سبحان الله. اليوم السيد الذيب الرفاعي راكب معانا ونبي منه نصيحة لإخواننا في الله بالذات السادة الصوفية. شنو النصيحة اللي اليوم الجمعة الموافق 28 رجب 1445 الموافق 9/2 فبراير 2024؟ شنو نصيحتك سيدي أشرف الذيب الرفاعي القناوي المصري الصوفي الأزهري؟ انصح سيدي الدين والنصيحة تذكير يوم الجمعة. تفضل يلا سيدي. عاصرت انت الأبهات الكويتيين، شخصيات الكويتية بدون ذكر أسماء يعني، والتجار ورجال الأعمال والوالد سيد وساشم السيد أحمد الرفاعي. فشنو نصيحتك زبدة الدنيا ايه؟ اسمع لحظة مشرف. العائل الأول في الكويت أيوة. مش هيتعود تاني. الله هو أكبر مجد. ولكن الخير في الكويت وفي أهلها إلى يوم الدين إن شاء الله. أمين أمين. عمل الخير اللي دار الصبر. موقفه من أهل غزة وفلسطين. أي أيوة والله. وتوا حكالنا على واحد كويتي عمل وقف، يقول عنده عمارات وعمل وقف. وأنت لحدك سيدي أشرف تزورهم الكويتيين هذيلا يعني في المقبرة و... يعني أنت ما نسيتهم. في ناس يقول لك لا ما زور شيء، أنت ما شاء الله عليك طبقت الإسلام الحق. أنا بدون لاحظتك فادعوا له، ادعوا لهم سهل أمره وجوش.